ده لما رايح يصب الزيت الفول على مش عارف يعني، او مستني الفرنه تفتح ياخد منها رغيفين سخنين ويفطر ويحبس بالسيجاره. فيا حاج واضح انت مالكش دعوه وعلى باب الله. لو ايه ده في ايه يا جدعان؟ حاسس ان في قلق كده في المكان ده. دي استباحه بجد والله عظيم.